ده كان فاهمة فيه؟ سؤالي لحضرتك، وده احنا في بيزيد الفترة اللي فاتت من 7 لـ 8 قيمة الأوضة. بالظبط. بشكرك يا دكتور جدا على النقطة دي، وده كان سؤالي تحديدا، يعني بس عشان نفهم أكتر، احنا في الفترة اللي فاتت كنا بنصدر القطن في حالته تقريبا أقرب إلى الخام يعني. كنا لا هو مش عقرب الخام، هو الخام اسمه القطن الشعر اللي طالع من المحالي. بالظبط. عشان تبقي عارفة السنة اللي فاتت 1.4 مليون إمتار، احنا ما بنصنعش في مصر أكثر من 300,000 إمتار، والباقي كله يا إما بيفضل في مخازننا ما نعرفش نبيعه، يا إما بنبيعه بخصم عن القطن فيما بحاول اسمع دكتور. اتفضل دكتور هشام يعني. توفيق وزير قطاع الاعمال، لسه معانا على التليفون بس كان عندنا مشكله. هنسمع دكتور هشام بيقول انه رؤيتنا تغيرت، انه نصدر القطن في مراحل بعد غزله او بعد تصديره كاقمشه، وده طبعا قيمه مضافه كبيره. اتفضل يا دكتور. حضرتك سامعاني كده احسن؟ سامع حضرتك، اتفضل. بقول انه ان احنا نمره واحد هنحصل على سعر احسن من السنين اللي فاتت في القطن الشعر، نمره اثنين باذن الله على مدى 2 3 سنين بعد انشاء المصنع بجهاز تسويقي جامد، نقدر ان احنا نبيع القطن بتاعنا. انا قلت لك 1,400,000 امتار السنه اللي فاتت صدرنا منهم، او يعني انتجنا منهم 300، لا احنا عاوزين ننتج اكتر، عاوزين ننتج 1,400,000 كلهم عشان القيمه المضافه تعود لنا. فباذن الله باذن الله بمساعده الجهاز التسويقي الجديد اللي عملناه في الشركه القابضه نقدر ان احنا نصدر القطن كله باذن الله في خلال 2 3 سنين، يا اما غزور رفيع يا اما اقمشه كمان. بالاضافه لكده احنا هنرجع في كل الراجل التسويقي بتاعي بيقول لي انا هعمل ان احنا نبقى في كل ديبارتمنت ستور، في متجر، كل متجر مهم في الصين هيبقى عندنا جناح لبيع بعض المنتجات النهائيه ومنتجات محدوده، مش هنعمل كل المنتجات اللي ليها علاقه بالموضه احنا كقطاع اعمال عام يعني. هنبيع قميص ابيض بتاع بدله، هنبيع ملايات، هنبيع المنتجات الفوط واشباهها، ثم الغيارات الداخليه. 4 منتجات دي هنوصل بيها باعلى المستويات كمنتجات نهائيه، وده بيضيف على ال7 مرات، بيضيف كمان 4 مرات كتصنيع طبعا منتج نهائي. طبعا فباذن الله كده يبقى احنا عظمنا من القيمه، وساعتها نقدر نقول انه المزارع يتشجع ان هو يزرع اقطان طويله السيله تاني.